مدرب فريق طه مروان خليل كوتش بدلك مبروك اول شيء يعني اليوم ما قدرتوا تعملوا مثل ما بقولوا بالفرنساوي كارتون بلان عملتوا كل شيء اول شيء امام جمهور كثير كبير يمكن المره يمكن اكثر المرات بكون في جمهور عم بيكبكم وقدرتوا تعطوهم فوز شو بيعني لك الفوز اليوم هذا الفوز بهدي لهذا الجمهور يلي اجى وبهدي للاداره يلي معها بتنام ليل ونهار لحتى تامن متطلبات بقاء الفريق وبهدي اهم شيء للاعيبه يلي بعدهم مصرين يكملوا المهمه رغم كل الصعوبات يعني انت قلت بنكمل باللي بقيوا بعده لهيدا السلوغان براسي بس كوري ويليامز بالفعل عمل تغيير جذري بالفريق يعني كل الفريق مرتاح كل الفريق عم يلعب بشكل كتير قوي وهو يعني الطريقه اللي عم يدفع يعطي معنويات كمان للاعبيه عم تاثر كتير كوري ويليامز عطى دم جديد للاعيبه وعطاهم حياه عن جديد وفرجاهم انه السيزون ما بتخلص الا ما نحن نقول خلصت السيزون بقى من هلا صارت الاحتمالات كلها مفتوحه وبعدنا السيزون بعدها قدامنا يعني وي جوينج فورورد المنافسه انت والمدرب غسان سركيس وفريق الشانفيل فتحت على مصراعيها هلا يعني صار في عندكم تنافس كثير كبير انت هلا تقدمت للمركز الثاني وبانتظار نشوف كيف رح تكون باقي برايك قد ايه مهم للتضامن يكون هو المركز الثاني بدل فريق الشانفيل اكيد كثير مهمه منشان بعدين بالبراكتس يعني للبلاي اوف مع اكيد يعني كل الفرق بتكون صعبه بس في طريق اهين من طريق وخاصه انه نحن بهمنا نكون تانيين بغض النظر عن البلاي اوف بعدين يعني اذا كنت تاني رح تلعب مع المتحد او هومنتن بينما بتصير فريق الشامبيون عم يلعب مع اليو بي اي يعني هالقد رح تكون قويه الكوارتر فاينل تبقى بالبلاي اوف يمكن تخلص السيزون باي لحظه بس انا بهمني اكون تاني لحتى اذا خلصت السيزون انا خلصت اكون انا تاني بمجموعتي يعني انا هلا ظهري على الحيط وعم بلعب كل ماتش كانه هيدا اخر ماتش للسيزون So this is why we going hard and بعدنا مكملين هيك بدي اشكرك اكيد كوتش مروان مبروك